بداية الحفر 9 متر مننا اهي اهي ده بداية القطرة. في نزول متر نازل عليها اهي عامل سلم صناعي 3 متر ده نزلته تحت رجلي اهو وادي القطرة واقف انا عليه 1.5 متر ارتفاع. ماشي هبدأ أنزل من القطرة نور قدام كده ماشي هذه القطرة 1.10 متر عرض 1 متر ارتفاع دخول يا عم علي وادي الهلت وادي ال 1 متر ها والهلت شغالين بيه وادي بداية القطرة 4 متر إلا 20 وادي آخر الدخلي فيهم 2 متر في 2.5 متر ارتفاع 1 متر في عرض 1 متر وآخر 1.5 متر ولا 1.30 متر خليناها 1.5 متر في 1.5 متر اللي هي دي وخدنا سنة ايه عشان سير تحت رجلي لو سمحت ما اضرب النور كده ماشي بس اوريك الاول طيب ولا هذا يا عم علي الدخلة بتاعتنا اهي نزلنا كده 1.5 متر في 1.5 متر في 1.5 متر لا 1.5 متر طول 1.5 متر عرض ارتفاع 1.10 متر وفي الحنان اللي هو من قبل دي جهة الزاوية اهي واخدينها معاني بينا قبل ايه بينا ده كده اتجاه قبل ايه واخدة هي الزاوية اهي وده اتجاه شرقة ده شرقة ايه خليك على شمالي بلندن بحري